أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال أعمال متميزة. قلنا لكم اليوم السيد يوسف وأيضا السيد إبراهيم من مطعم إمرال. نرحب فيكم بداية في هذه الحلقة. Would like to welcome you in our program today. It's really an honor. And would like you also to introduce yourself for our audience. أنا 46 سنة داخل دبي، الحمد لله أدعى حكومة دبي بعد الإمارات العربية المتحدة، الحمد لله رب العالمين، يعني سبورت 100% سبورت، ويعني ما يفرق خارجي ولا مواطن أكيد ولا شيء، بس الحمد لله الإيكونومي ديبارتمنت يعني دائرة الاقتصادية وبلدية دبي يعني كله يعني so 100% supporting صحيح. for we are صحيح أكيد business all 100% okay. خبرنا أيضا أستاذ إبراهيم من عندك عن أنواع الأطباق وأنواع المأكولات اللي بيقدموها في إمرال. في أنواع يعني عندك مثل أكلات شيش طاووق كباب، عندك أكلات الهندية والعربية زائد التشاينيز، يعني كيف المنطقة هاي احنا الحولة هاي مسوينا ميكس علشان نراضي زبايننا الكرام كلها، يعني ما نخلي حد مذكور راضي. وفوق كل هذا اهم ما عندنا نظام السرويس، يعني لازم يكون اهم شيء عندك السرويس قبل الاجراءات الثانية، يعني السرويس هو اللي يخلي الجماعة يكونون مرتاحين، وهاي سرويس والابتسامة الحلوة والكلام الحلو تمشي سوا. اكيد. So, Mr. Youssef, tell us more about what do you have special here in Imran. شو المميز عندك؟ يعني بس أنا هذا المنطقة ما بس ال يعني this area is main office area. يعني this is business main lunch. أني غدا. أيام سريعة من برياني. من برياني. أني برياني سبيشال الهند، النورث إنديان، and south Indian and local. ما شاء الله. زين. So different type of food. Food. أصف. So, مستر إبراهيم، نروح للهدف والرؤية المستقبلية اللي رسمينها في إمارات. احنا عندنا أهم شيء رضا الزبون، يعني زبايننا هني في المنطقة هاي حوالينا كلها بنوك ومكاتب والأشياء هاي، يعني من كل أنواع الزبون بتحصل، من العربي، من الإماراتي، من الهندي، من الباكستاني، من الجميع. جميع جنسيات. يعني نفرق بينهم، الكل سواسية. هذا مطعم مفتوح عشان العالم تجي تاكل وترتاح بعد دوامها وترد على دوامها، يعني احنا اهم ما عندنا رضا الزبون. اكيد. طبعا دولة الامارات دولة الامن والامان، دولة الامارات والحكومة وشيوخ الامارات ما قصروا مع الجميع. حابين ناخذ منكم رسالة شكر وحب وتقدير لجميع شيوخ حكام دولة الامارات من الاستاذ يوسف. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. يوم انا اجي ايام الشيخ راشد سعيد المكتوم، الحمد لله يعني 100% سبورت من الحكومه بعد الديبارتمنت، يعني بلديه دبي، كل دائره الاقتصاديه، كل سبورتنج فور ديفلوبمنت فور بزنس، الحمد لله. اكيد طبعا. في نهايه الحلقه حابين نشكركم، like to thank you both for being with us today. It's really an honor. And we would like also to know how can we reach and contact Emerald. I mean the location of Emerald. Where are we now in Dubai? Dubai, you have the one in Deira. You have Bukarama. Now also still another Al Khuz. Still I want to open Al Mahesma. After this, Al Khor. Yani the Al Warsan. Also, any older, I want to put all the group for Emerald. We have the also agreed for another 2-3 shop, but I waiting for the
give me the approval. After this also, inshallah, starting for everything. Inshallah, of course, all the numbers, all the contacting numbers, all the branches, locations will be shown down the screen. Thank you again for your time. It's really an honor. بالنسبة له يعني بيقدم الشكر حق جميع شيوخنا الله يطول بأعمارهم وأولياء أمورنا آمين. وهو من أيام المرحوم أخونا شيخ راشد, كان هني وفتح مجال في الأمور هاي, كان يقول يعني في أشياء ما بيقدر ينطقها يعني يمدح يعني يشكرهم كثير على أولياء أمورنا شيوخ كلهم من حاكم لحاكم وبعدين يشكر من دارة البلدية ودارة الاقتصادية وجميع الوزارات اللي موجودة في إمارة دبي وعلى الإمارات السبعة كلها. شكرا لكم مرة أخرى. مرحبا بكم. أمين. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيوفنا المميزين. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.